لست محرض للناس، ولكن يجب أن نقرأ الأمور بشكل واقعي. الناس بدأت تفقد، يعني هناك شعوب تفقد إحساسها بالأمان. لا ترفع سلاح، أنت لازم تعرف ليش ترفع سلاح هذا. مو أن تقول نعم ضد كل مظاهر الاستنكار، بل أؤكد لك حقيقة يا سيدي الفاضل. لماذا أقول أنا أريد نصف زائد واحد وليس ثلثين؟ أي. لو كان نصف زائد واحد ما وقع الإطار في كل هذا التوتر، لكان عنده أمل أن يعود بالمستقبل. ولكن فكرة الثلثين سوف تبعده ربما إلى الأبد، وإحنا ما نريد بعد الإطار عن العملية السياسية. نحن نريد السيد مقتدى يدخل في العملية السياسية وهو قلق، ونريد الإطار أن يكون في المعارضة ولديه أمل. فكرة الثلثين فكرة خطيرة، إذا توحد ثلثين وبقوا على نفس توليفتهم يخاف أي منهم يخرج من العملية، فانتقلنا من استبداد الجميع إلى استبداد الثلثين. أنا ما أريد الإطار أن يبعد عن السلطة، أنا أريد أن يبقى في السلطة، ولكن إن لم يحصل فأريده أن يكون في المعارضة، لأنه أحتاج دورك كمعارض. هذا هو اللي يريد من الإطار. ما عندي موقف سياسي منك أو من السيد مقتدى كمراقب. وبعدين أنا مو مراقب، أنا 30 سنة من عمري خلصت في العمل السياسي، أنا مقاتل ومجاهد، وقاتلت مع أقوى مقاتلينك في 91. أنا مو عابر، ولكني حريص، أنا مستقل ووطني، وحريص أن تنتهي تضحياتي وتضحيات العراقيين جميعا بنتيجة أن نتعلم، أن نتدرب، أن ننتهي بحل. أخي كن معارض، ثق أني سأكون معك صوت مدوي، ولكن كن في الجهة الصحيحة. لا تعتقد أني استنكرت كل ما يصدر من الإطار ولا أمتدح كل ما يأتي من سواه، بل نحن نريد حل موضوع يستفاد من التجربة. أما أن نتجاوز التجربة وأن نسير على أكتاف التجربة ونحقق غايات بسيطة مرحلية سياسية حزبية ونغض الأمر على طيب الأمر دكتور. الواقع، أي. لك الواقع يا تحمل.